خمس دول في خطر، الخطر بيواجههم. أهم التوقعات لسيدة الإلهام للفترة المقبلة. أهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان نكون أصدقاء ويوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك. في الأول والأخير لا يعلم الغيب إلا الله وحده، لكن طبعا توقعات كتيرة لسيدة الإلهام حسب ما تم تسميتها مننا ومن الجميع، إن هي حصلت فعلا وأصابت في دول عربية ودول عالمية. عن السعودية طبعا ليلى عبد اللطيف يعني بتستبشر خير كبير جدا للسعودية في الفترة دي المقبلة وفي العام 2023، ولكن هي أيضا بتقول إن هيحدث زلزال في السعودية ممكن أن يؤدي بحياة كثير من الأشخاص. بتقول ليلى عبد اللطيف إن الكثير من الأحداث يعني هتيجي للسعودية تتوارد بين الدول العربية، وبتتنبأ بانفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي زي ما قالته بالعام المليء بالازدهار والانتعاش للسعودية للمملكة العربية السعودية. كما أشادت بولي العهد محمد بن سلمان وقالت بأنه هيكون هناك تطورات تكنولوجية وصحية كبيرة في السعودية في عهده وعلى دوره. بتقول ليلى عبد اللطيف أن السعودية هتشهد أحداث للأسف كارثية كالزلزال، يعني هتيجي كارثة طبيعية زي زلزال، وفي كوارث هتحصل في السعودية، ودينا شفنا النيزك اللي ضرب السعودية. هي كمان بتتوقع ان في زلزال هيضرب السعودية وهيؤدي بحياة بعض الاشخاص، وانتشار وباء سيؤدي يعني هيظهر وباء جديد السنة دي في السعودية حسب توقعات ليلى عبد اللطيف، سيؤدي بحياة عدد من المواطنين السعوديين. لكن السعودية هتتعافى وتتغلب على الأمر، وهيكون في مفاجآت كثيرة في السعودية. بتتوقع لسوريا طبعا كمتوقعة بأن يعني هيكون في مستندات كتير في سوريا، ودينا شفناها بعد الزلزال. وقالت ليلى عبد اللطيف عن سوريا بأنها تشهد انفراجة فيما يخص أزمات المية والكهرباء والغذاء، وهتشوف في العقارات ارتفاع كبير، وبتقول عودة العلاقات السورية التركية. المنظمات الدولية هتساعد سوريا، والقمح والنفط هيخففوا من الأزمة. هي بتقول كده ان كان في أزمة في سوريا ودينا شفناها في زلزال سوريا. الإعلام هيتجه لإدلب ودير الزور، وده شفناه فعلا في الزلزال الكارثي لسوريا. تطورات حدودية سورية، الزلزال كان على حدود تركيا وسوريا. الليرة ستتعافى تستعيد قوتها مرة أخرى. مفاوضات بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية، ومصر هيكون ليها دور وسيط والأكبر. هيستعيد الجيش سوريا كامل قوته، جيش سوريا يستعيد كامل قوته ورتبته وسيطرته على المناطق كافة مرة أخرى. حلب تستعيد سيطرتها كمركز للتجارة. عودة أعداد كبيرة من السوريين لسوريا مرة أخرى. محاكمات عاجلة بتطال رموز فساد كبيرة في سوريا. توقعاتها للبنان بلدها، بتتوقع عبد اللطيف العديد من التوقعات اللي بتشير بيها إلى عدة شخصيات سياسية لبنانية زي نبيه بري ونجيب ميكاتي وسمير جعجع وجبران باسل وغيرهم، وبتتحدث إنهم هيلعبوا أدوار جديدة في الفترة المقبلة سياسيا وإقليميا. سيجري جعجع لقاءات مع معظم المعارضين ويشغل الإعلام لفترة. هناك تقارب واتفاق مع حزب الله، كما تحدثت عن سعد الحريري قائلة إنه في دولة عربية من العاصمة السعودية الرياض. زيارة مفاجئة للبنان زي ما بتقول إنها بتتوقع لقاء بين ميكاتي وبري ولقاء مع خصم سياسي سيكون مفاجأة للجميع. بتكمل حديثها قائلة إن المدارس الرسمية اللبنانية مهددة بالإغلاق، وقالت في بعض الأحاديث إن مدارس لبنان ستغلق. أما عن مطار رفيق الحريري،
هيشهد فوضى وأحداث شغب، وهتنجح جهود رئيس مجلس إدارة الطيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حل تلك الفوضى وتلك الأزمة والوصول لحلول جيدة، بالإضافة لعودة كثيفة للمهاجرين للبنان وبناء عدة استثمارات. ليلى عبد اللطيف تتوقع لمصر. قالت ليلى عبد اللطيف في حديثها عن جمهورية مصر العربية في تغيير في القوانين بتتعلق بخدمة الناس والمجتمع، وهيكون إقامة مشاريع دعم للشباب، وستصبح مصر مركز إقليمي للطاقة، وهتساهم في إنتاج سيارات جديدة من نوع جديد صديقة للبيئة، وإن هيظهر فيلم أو مسلسل لعمر الشريف وفات الحمامة ممكن في رمضان. دور جديد للزعيم عادل إمام، محمد صلاح يتسلم الكرة الذهبية، وإن مصر هيكون فيها مشاكل في الأغذية. بتتوقع عن الإمارات إن الإمارات هتظهر برؤية جديدة حسب كلام ليلى عبد اللطيف، وبمظهر الأمراء هي اللي هتكون الظاهرة بين الدول العربية، وكأنها مش في الكوكب أصلا ولا في الوطن العربي، ولا هتحس بأي غلاء ولا بأي حاجة، هتعيش زي عيشة الأمراء. ويظهر العديد من مختلف نجوم الفن والغناء زي المغنيين، وهيكون هناك مشاهد عربية ودولية، وقوع مستجدات أحداث كبرى على الساحة العربية. هيتم إصدار قرار بعفو عن المسجونين وقرارات عاجلة. هتبقى إحدى المدن الإماراتية الصغيرة حديث العالم والإعلام بسبب السياحة الكبيرة اللي هتحصل فيها. سيبادر رئيس دولة الإمارات بمبادرة إنسانية، وهيصدر قرارات العفو عن السجناء. المغرب، بتقول ليلى عبد اللطيف في حديثها عن المغرب، هيشهد إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد، وهي بتتوقع يعني موت الملك، ان الملك مش هيكون موجود على الساحة. انتعاش سياحة كبير في المغرب، عمل على انهاء كل المشاكل الخاصة بالمغرب، ارتفاع اسعار النفط، الحزن سيسود العائلة المالكة في المغرب. كانت بتتوقع ان للمغرب ان الملك هتكون صحته في خطر ووفاته. طبعا في الأول والأخير زي ما بنقول إن لا يعلم الغيب أبدا أبدا إلا الله. يعني بتتوقع توقعات فيها إيجابية بعض الشيء، وفيها خطر كبير جدا، زي في حاجات إيجابية تبقى في السعودية لكن هيكون في زلزال، في حاجات إيجابية في المغرب، وبتقول ممكن هتدخل المونديال، يبقى في يعني في أرض المغرب في السنوات القادمة، ولكن بتتوقع أزمة صحية للملك ووفاته. مصر فيها خير ومشاريع وكل حاجة، بس هيكون في أزمة في الغذاء، زلزال في السعودية، سوريا كان بتتوقع الإعلام هيوجه عليها وده اللي حصل، تركيا الإعلام كله سيتوجه إلى تركيا وده فعلا اللي حصل. زي توقعات ليلى عبد اللطيف، وبننبه دايما لا يعلم الغيب إلا الله، إن هو عام دموي وكارثي، والأرض ستزلزل من تحت الأقدام. بنتمنى الخير للجميع، بنتمنى الخير كله